نعم، استقالة الصدر جاءت قبيل ساعات قليلة تفصل عن نهاية الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية للنظر في مسألة حل البرلمان العراقي. هل هناك رابط ما بين الاستقالة وهذا الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية باعتقادك؟ بالتأكيد، لأنه مقتضى الصدر يعتبر المحكمة الاتحادية وبالتالي الجهاز القضائي يعني مجلس القضاء الأعلى هو جزء من الإطار التنسيقي، وخصوصا أنه فائق زيدان، القاضي فائق زيدان يعتبر من قبل الصدريين هو أحد أتباع نور المالكي، وهو من جاء به بالتعاون مع الإيرانيين إلى هذا المنصب. لذلك الصدريين أيضا هناك تحرك في المحافظات، مثل ما في ميسان في جنوب العراق تحركوا لغلق المحكمة في ميسان، وهذا الأمر يعني معروف أنهم يوجهون سهامهم إلى مجلس القضاء الأعلى بشخص فائق زيدان باعتباره جزء من الخصوم، هو يعني هو في الطرف الآخر. نعم، مونتي كارلو تحدثت عن إخلاء منزل زعيم الإطار التنسيقي نوري المالكي وهروبه إلى جهة غير معلومة بعد اقتحام جموع من المتظاهرين للمنطقة الخضراء. باعتقادك هل بالفعل يمكن للمالكي أن يهرب من جموع ثائرة غاضبة تتبع للتيار الصدري؟ نوري المالكي ليس من أهل بغداد ولا هو ساكن في بغداد، لكنه بعد الاحتلال ومجيء هؤلاء هذه الوجوه إلى العملية السياسية، فالأمريكان حتى يحافظون عليهم أسكنوهم في المنطقة الخضراء المحصنة تحصين تام. بعد ذلك الجمهور المالكي يعني مكان معيشة المالكي في مدينة طويريج في قضاء طويريج التابع إلى محافظة كربلاء، وليس يعني ليس هو من أهل بغداد ولا جمهوره من أهل بغداد ولا أتباع ولا كذا، لكن دخول الصدريين بهذا الشكل إلى المنطقة الخضراء والسيطرة دخول القصر الجمهوري بالتأكيد هناك يعني أصبحت هناك تهديدات، والصدريين معروف عنهم يعني لن يتورعوا عن يعني خلي أقول حتى قتله بسبب هذه المشاكل اللي بينه وبين مقتدى الصدر. لذلك رأى أنه من الطبيعي أنه يغادر هذه المنطقة، لأنه قد تخرج الأمور على السيطرة ويحصل ما لا يحمد عقباه، لذلك انسحب وذهب إلى منطقته، إلى القرية اللي يسكن بها هو وأهله. فهذا أمر طبيعي، يعني ما أستغرب تصرف هذا، وهو تصرف عادي لا يوجد أي مشكلة.